بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الأستاذ سعيد عميري مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس. اليوم تنتواجدوا في واحد الفضاء اللي هو الكومبوس سبورتيف ديال المدرسة الوطنية للفلاحة. غادي نعطيكم واحد البريزونطاسيون قصيرة ديال المدرسة. المدرسة هي ديال تكوين المهندسين في القطاع الفلاحي، والطلبة عندنا حوالي 600 طالب اللي تيتواجدوا في المؤسسة، والهدف الأول هو التكوين ديالهم في التكوين في يحصلوا على شهادة ديال مهندس في اختصاصيين في الزراعة. وبموازاة مع ذلك حنا تنحاولوا نوفروا، يعني تنسميهم بالفرنساوية لي زاكتيفيتي باراسكولير ديال المؤسسة، اللي الإدارة ديال المؤسسة مع جميع الفعاليات زائد الجمعية ديال الطلبة المهندسين تنحاولوا نديروا كثير من أنشطة غير بيداغوجية، اللي منها هاد الأولمبياد اللي تنتواجدوا فيه الآن. وهاد الأولمبياد هو ماشي وليد اليوم، هو يعني واحد العادة اللي تتكون في المؤسسة كل سنة، يعني العمر ديالها حوالي 15 ولا 20 سنة. وفي هاد الأولمبياد اللي تكون فيه بالخصوص أنشطة رياضية وثقافية، والمؤسسات تستدعي جميع المؤسسات ديال القطاع التعليم العالي سواء في المنطقة ديال جهات فاس مكناس ولا على الصعيد الوطني. وفي هذه السنة هذه تمت الدعوة ديال واحد 10 ولا 15 مؤسسة، وكما تتعرفوا هذه الفترة هذه فترة امتحانات اللي لباو الدعوة حوالي 8 مؤسسات، وكل مؤسسة منها واحد 30 35 طالب، يعني ما مجموعه واحد 250 300 طالب اللي غيشاركوا في هذا اليوم هذا. وانا تنشجع دائما الطلب على هاد اللقاءات، لانه تزيد العلاقة اللي كاين ما بين المؤسسات على الصعيد الوطني وكذلك تتساهم في التكوين ديال الطلبة، لأنهم تيكونوا شخصية ديال التنظيم. كما لاحظتوا راه التنظيم كله 100% ديال الطلبة، الإدارة تدير غير واحد الدعم لوجيستيكي وتتبعهم باش الاستقبال وهذا الشيء. ونتمنى لهم التوفيق. الثقافية اللي هي ولا تتستعمل حتى في كرياضة، بحال لي زيشيك، بحال كثير من المسابقات الثقافية اللي تتمد، وهذه مسميناها يعني رياضية ثقافية. المهم السلام عليكم. مهدي المحي اتيدون اون تخوازيام اني في ليكول ناسيونال داغريكولتور دو مكناس، شاف د ليفينمون ديال الاولمبياد انام او انتر انستيتو. المهم قسونا دابا يلاه خرجنا من الكونفيرونس دوفيرتور سو لو تيم ديال لو سبور او سيرفيس لا سونتي دي سالاري اي لونتربريز. المهم من هذا المنبر كنشكر مسيو دكتور عمر قسوس ومسيو الطيبي عادل على المداخلات ديالهم، اللي صراحة كانوا في المستوى ودوزوا بزاف لي ميساج وكانوا انفوشيسون صراحة. بدوري كنتشكر عاوتاني المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس بكل مكوناتها، من المديرين للأساتذة للطلبة للبيرسونيل. كنشكر أيضا المدارس اللي جاوا تشاركوا معنا في التظاهرة هذه. المهم المدارس اس تي لي سي بي جي او لي زيف لي فاكولتي، ومهم جميع المدارس اللي مشاركين معنا في ليفينمون هذا. الهدف الاساسي منه كيكون هو تقريب بين الكتل الطلابيه في المغرب كامل، يعني في المدارس كامله. كيكونوا مثلا المدارس اللي تابعين للتنسيقيه كنديروا واحد الايفينمون اللي كيجمعنا كاملين. هادشي كامل بهدف اننا نكون متناسقين مع بعضياتنا ومتفاهمين، ولتعزيز اطار الاخوه بين المدارس بين طلاب في الجامعه المغربيه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.